نقول ابوك لابوك تقول لك يجي مرحبا بك ولا ما نعرفكش انا لا حتى مالك ما نعرفوش عم منصف انت ما خليتوش يجي يتقدم لي يا بنتي ما فك علينا بلاي عاش بنتي كانت ترى تعمل اكبر مزيه بعديه وخليني تو انا تو والله عامل كيف عليك وجبتيني كما كي حكايه زايده هذه كل حكايه حكايه تحكيها لي تو هذا موضوع جاتني عليه جبتني على موضوع باهي الاخر انا عارس وانا كتبت باش تاخذيها راه ما فكوا حد بالحرام لي فكوا كان ولا نعمل نبت ونحطه في شكاره ونسكر عليه في باب الا ما تاخذيه بالسيف مش كاتب لك مش كاتب لك حكايه زايده هو قال المشكل انت حتى الاخر كان جا شباب ومزيان تعرف مني هذيك علاش والله والله شيء وقف المخ ازاي يا هاي يا هاز والله ما عنده اسمعني حتى ناس والله يا سي علاء مزمر لا عنده حتى شيء تصور على بالك تو يتعارك وعامله لي مصيبه هاي تحب كي تحب كي تحب ولا من غير راهي هي كنت تحبه راهي عارف كاش خدمته وهزيته ولا خذته من غير حتى مصيبه جات تخدم فيك انت تو لا ما تخدمنيش انا عادي ما نخدم بطار شو مير بطار